السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعي في كل مكان، إليكم كل التحية. وعن آخر ما وصل من أخبار عن عودة قنوات بي أوت كيو مرة أخرى، يصرح مصدر مسؤول ويكشف حقيقة عودة بي أوت كيو ورفض قمر عرب سيت بثها على تردداته، إليكم كل التفاصيل. كشف مصدر مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم حقيقة وصول خطاب من الاتحاد الدولي الأوروبي لكرة القدم فيفا يحذر فيه من استمرار بث قنوات بي أوت كيو، وأن الفيفا سيصدر عقوبات صارمة على الكرة السعودية بعد شكاوي من اتحاد قارية وأوروبية مسؤولة عن تسويق البطولات الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للدوري الإنجليزي والدوري الأسباني والإيطالي. وأضاف المصدر أن فيفا بالفعل أصدرت بيانا في يوليو من العام الماضي وأثناء إقامة بطولة كأس العالم بروسيا، أكدت فيه أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد شبكة القرصنة بي أوت كيو والتي تواصل بث مباريات كأس العالم بشكل غير قانوني. وحث فيه السلطات المملكة العربية السعودية والدول المختلفة التي لوحظت فيها لهذه الأنشطة غير القانونية على تقديم الدعم لمكافحة القرصنة. وأكمل المصدر أن المملكة نفت حينها بوفي أكثر من مرة وجود أي علاقة لها بمجموعة قنوات بي أوت كيو، لافتا إلى أن هذا الخطاب كان الأخير من الفيفا ولم تصل بعده أي خطابات تحذيرية بهذا الصدد. وأكد المصدر أن وزارة الإعلام السعودية رحبت حينها بقرار الفيفا بتكليف محامي داخل السعودية لاتخاذ إجراءات قانونية لمكافحة القرصنة المعروفة ببي أوت كيو التي تبث مباريات كأس العالم من روسيا بشكل غير قانوني، وأن الخطوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ستأتي لتستكمل الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار في السعودية لمكافحة أنشطة بي أوت كيو وكذلك بث قناة بي إن سبورت غير القانوني داخل المملكة. وتعجب المصدر من إصرار القناة القطرية على إلصاق التهم بالمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن أجهزة بي أوت كيو متوفرة في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك قطر وأوروبا الشرقية، وأن الإعلام القطري وزيوله تنقل تقارير إعلامية تفتقد للمسؤولية والمهنية بشكل خاطئ وغير عادل بين السعودية وقرصنة بي أوت كيو. وقبل أسبوع توقفت قنوات بي أوت كيو بزعم أنها تقوم بتحديثات من شأنها أن تحسن أداء قنواتها قبيل انطلاق الدوريات الأوروبية، إلى أنها لم تعود للعمل حتى الآن وسط ضبابية المشهد بشأنها في ظل تبني حسابات تزعم أنها رسمية للشبكة نشر فيديوهات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد فيها عودة الشبكة للعمل مرة أخرى، فيما أكدت مصادر رفضت الإفصاح عن اسمائها أن قمر عرب سيت المملوك بالكامل للمملكة العربية السعودية لن يسمح ببث قنوات بي أوت كيو على تردداته مرة أخرى بسبب فيما يبدو إنذار جديد من الفيفا للمملكة ولم يتم الكشف عنه رسميا. وقد تحدث هذه الخطوة مصيرا فارقا لدى الشبكة التي ينتظرها الملايين في الوطن العربي حيث يتصدر اسمها ترندات محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي. وانطلقت شبكة بي أوت كيو قبل 3 أعوام بعد خلاف سياسي نشب بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات ومصر من جانب مع دولة قطر من جانب آخر. وأجرينا بحثا دقيقا على كافة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر لاستيضاح حقيقة عودة قنوات بي أوت كيو تحت اسم بيوزات تي في سبورتس، وتبين من البحث أن كل الحسابات والتغريدات الموجودة على تويتر بهذا الشأن حسابات فردية تم استحداثها، كما أن جميع المغردين المتفاعلين مع هذه الإشاعة يهدفون في المقام الأول الزيادة للتفاعل عبر حساباتهم عبر الهاشتاجات المتناثرة كل حين بكلمات هاشتاج بي أوت كيو وبي يوزت كيو، وأنه لا حقيقة ولا دليل قاطع بالمرة على عودة القنوات للعمل مرة أخرى. وبرغم هذا الانقطاع بداع التحديث من قبل بي أوت كيو لم يكن الأول من نوعه، إلى أن متابعي الشبكة أكدوا أن زمن التحديث في المرات السابقة لم يكن يتعدى الساعات القليلة وكانت القنوات تعود مرة أخرى وبنفس الكفاءة، ولكن هذه المرة تعدت 10 أيام دون تصريح أو وعد من أي مصدر رسمي بعودتها من عدمه. وما زلنا في التتبع لأخبار العودة وظهور الحقيقة، إلا أن كل هذه تناصرات لا نعلم مدى صحتها حتى الآن، ولكن لحين عودة البث من جديد سأترك لحضراتكم رابط في أسفل الفيديو يحمل قنوات بي إن سبورت القطرية تعمل بشكل جيد وبدون انقطاع وباستهلاك قليل من الميجات لا يتعدى 3 ميجا. في انتظار المزيد تابعونا.